مرحبا، يعطيكم العافية. سلام للجميع. اللي عايش في كندا طبعا عارف في شغلتين بصيروا كتير في كندا، اللي هي بنزل الثلج كتير في الشتاء كتير، وبطلع عشب في الصيف والربيع. طبعا هاي خاصة اللي عايش في بيت لحاله أو في هاوس، من أحد المسؤوليات اللي لازم يهتم فيها اللي هي تنظيف الثلج في الشتاء وقص العشب في الصيف. في شركات بتسوي لك هذا الشيء، بتدفع لها مقابل 400-500 دولار بالسنة حسب السيزن، ولكن بشكل عام هاي مسؤولية صاحب البيت. فإذا ما عندك شركة لازم تنظف لحالك. طبعا في ناس بيعتبروها انها عبارة عن رياضة شتوية، بدل ما هو قاعد في البيت ومنظف الثلج. صراحة في تعب كتير في تنظيف الثلج، لأن الثلج بيكون قاسي شوية وأحيانا رطب، فبيكون تقيل، راح تجد صعوبة، لكن مش شيء مستحيل. المشكلة الكبرى اللي بدي أحكي عنها هون اليوم في حال عدم تنظيف الثلج أو قص العشب. البلدية نعم باستطاعتها أنها تخالفك حتى لو أنه مش لإلك. شايفين أنتم الشارع هذا بتنظفه الحكومة، وهذا اللي أو البلدية، والرصيف هذا بتنظفه البلدية، بس هذا الباقي واجب لك انت تنظفه. اذا ما نظفته، بغض النظر انت موجود مسافر مش مسافر، لازم تلاقي حدا يسوي لك اياه. اذا ما نظفته بتخالفك البلدية، وصارت حالات ومخالفك تختلف من بلدية لاخرى، لكن المخالفات كانت موجودة ودفعوا الناس المخالفات غصبا عنهم. فلازم تنتبهوا على هاي الشغلة، ويكون دائما الدرايف واي امانا، لانه في حال لا سمح الله اجى واحد عندك سواء زائر او مثلا ايش يسموها ساعي بريد، او واحد بده يوصل شغله وتزحلق عندك على الدرايف واي، انت مسؤوليتك هاي، ولازم تبلغ شركه التامين، وقصه طويله جدا لانتم في غنى عنها. حبينا نشارككم اليوم تنظيف الثلج، ويعطيكم الف عافيه. شغلات صحيه بدي اركز عليها، اللي هو في حال انت بتعمل الشافلينج بنفسك، اللي هي ظهرك. هاي الظهر، ثنية الظهر دائما مشكلة كبرى، بتصير كثير ناس معهم مشاكل في الظهر بسبب هذا الموضوع. الثلج زي ما حكينا هافي ثقيل، فبتنتبه كثير. الشغلة الثانية وهي مهمة، اللي هي القلب، مشاكل القلب. كثير ناس بتصير معها هارت اتاك لانه بيبدا مجهود قوي جدا، وللاسف ما بينتبه لهذا الموضوع. مع برودة الجو ممكن يصير عنده مشاكل وتوقف في الدوره الدمويه، وطبعا يصير عنده مشاكل في القلب. فانتبهوا برضه في مشاكل العصب الوجهي، خاصه لما يكون هو بيشتغل قاعد ويدخل مره واحده على البيت، بصير عنده اللي هو الشوك هذا تبع درجة الحرارة، وممكن يصير عنده مشاكل. فانتبهوا من الموضوع، لازم تكونوا مودريت، يعني ما تاخذوا والله اكسرسايز مرة واحدة، لا، ممكن تريح لك شوية تخفف جسمك. يعني هلا انا بحكي معكم عم بريح شوي وبرجع. يعطيكم العافية. طبعا من النصائح المهمة انك تشتري العدة المناسبة. اول شغلة، ما تخلي الثلج يضلوا ليومين فوق بعض على الدرايفوي. هذا طبعا مشكلة، لأنه خاصة إذا تاني يوم لسه في ثلج وثالث يوم في ثلج، بكوم طبقات وبتجمد وبكوم طبقات، فبصير أصعب تنظيفهم. في شغلة مهمة أو شغلات مهمة زي ما حكينا، العدة المناسبة. لازم يكون عندك شابل زي ما أنتم شايفين، هذول النوعين. خليكم من الجنب شوفوا. هذا النوع كويس كتير اللي لاحظته، لانه في تقوس، هذا صعب كتير تلاقوه بس موجود في الماركت. التقوس هذا بيساعدك في عملية رفع الثلج، فبخفف الأزمة الضغط عن ظهرك. طبعا زي ما انتم شايفين هدول صغار، بستخدمهم للأماكن الصغيرة. هذا كبير، طلع من كتر استخدامه تمزح. شايفين الشفرات اللي قدام، هاي مهمة جدا عشان تساعدك تنظف الثلج. طبعا في كمان عدة زي هاي، انتوا شايفينها هاي، عشان تكسر الثلج لما يتجمد. ممكن تستخدموها، وفي زيها بتكون مستقيمة. انا بتعجبني هاي لانها بتعطيك كير. هاي الشغلات المهمة اللي لازم تشتروها
عشان تنظفوا الثلج. كمان ماكينة تنظيف الثلج، هاي اللي شايفينها هون بتكسر شفراتها وهون بتطلع الثلج. ماكينة بتشتغل على البنزين، في منها بيشتغل على الكهرباء بس بنفضل تبعت البنزين لأنها أقوى. هاي بتستخدمها لما يكون عندك 5 سنتي فما أعلى، يعني زي اليوم مثلا عندنا بس 2-3 سنتي فما بنقدر ننظف فيها، بس فعلا فعالة بتساعدك كتير في تنظيف. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل